سنة كنجيو نترحموا على الضحايا ديال الأحداث الأليمة ديال 16 مي، وهذه بالأخص يعني ذكرى عندها واحد الدلالة كبيرة ديال 20 سنة بعد هذه الأحداث، وما يمكننا إلا نلاحظوا يعني المجهودات ديال الدولة من أجل محاربة الإرهاب، ويوما بعد يوم كنسمعوا حالات ديال الخلايا الإرهابية اللي كيتم العثور عليها، ولكن في نفس الوقت كاين مجهود كبير من طرف الدولة ومن طرف الجمعية ديال المجتمع المدني من أجل محاربة الفكر المتطرف اللي هو مره في خطأ كيخرج يعني الراس ديالو كيحاول باش يكتسح الفكر ديال الشباب ديالنا في داخل المجتمع. وهذه مناسبه نيت اللي كنناضلوا فيها من اجل يعني مراجعه مدونه الاسره بعد ما عطانا صاحب الجلاله التعليمات او التوجيهات ديالو من اجل يعني القيام بواحد الاصلاح اللي هو عميق ديال مدونه الاسره. كنلاحظوا انه بعض الاصوات مع الاسف كتكب فهاد الفكر المتطرف اللي هو كيطعم التطرف كيطعم الارهاب في جميع دول العالم. الحمد لله انا ذكرت وما يمكن الا نحيي السلطات المغربيه على المجهودات ديالها الامنيه، لانه قبل كل شيء كان المجهودات الامنيه اللي كتضمن لنا الحمد لله اننا في المغرب عايشين في اطمئنان وفي امن، ولكن ما كيكفيش المقاربه الامنيه، خصنا لانه مره في خطا كتخرج هذيك الضربات مع الاسف ديال الارهاب الا ما كناش حريصين بنفسنا على الوقايه من الفكر المتطرف. فوالا هو الحضور ديال ممثلين ديال ثلاثه ديال الاديان اليوم هو تا هو واحد الرساله اللي هي مهمه باش يلتقطها المجتمع، انه حنا بلاد ديال التسامح، ديال ليس بلاد ديال التطرف وديال التعصب الديني. الذكرى ديال 16 ماي هي في الحقيقه هي ذكرى سنويه عندنا، ولكن بالنسبه حنا الضحايا اللي عندنا اعاقه جسديه مستدامه كنعيشوها يوميا. احنا كنحيو هاد الذكرى هادي كل سنه باش كنترحموا اولا على الضحايا اللي توفوا، وثانيا باش كنجدوا الاستنكار ديالنا اللي ما وقع في الدار البيضاء في 2003، وكنستنكروا هاد العنف وهاد التطرف اللي طرا، وكنطلبوا الله ان البلاد ديالنا تكون سالمه وتكون في حله ديالها دائما في هناء وسعاده، وكنطلبوا الله ما عمر هادشي يتكرر في البلاد ديالنا. وثالثا يكفي ان معاناتنا الله اللي كيعلم بها، لان معاناتنا يوميه ان شردت ناس وعائلات وخلات الناس كاين اللي مكفوف كاين اللي ولات عنده اعاقه مستدامه، لانه ما بقاش كاين لا كيشتغل لا والو، ولا كيعيش واحد بعد ما كان كيعيش عيشه عاديه هنيه، ولا كيعيش معاناه مع الحياه. معلوم عشتها وباقي دائما كيف كتجدد عندي ديما الذكرى. يكفي انني كتشوف وجهي في المرايه كتعيش معايا الذكرى كتحيا من جديد.